صبروني طمعهم فيا. دابا يا عاوناتني عازم وشارط زاني ديك الله وقوس يومي بالاسباب. حامل كتاب الله ومرطب لساني بلا اله الا الله بلا اله الا الله بلا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. غسقي فؤاد ومغربي فهضار منسوس راس الواد نجتاح الدنيا مع الكتاب. قبل ما نوصل لسرات باش نتفاوض حق بقشيش تلاقيت طريقي القادة. القادة راسي على جبرها قادة الماضي يصوت فيها الحبات شتو شكر كان مجنية ضيع في دروبها وتسلف والقدرة ما زال راسها ما تغير مكانها وحاكم تغلى من داخل الأصحاء ماش من القامة تدور ليا والقدرة صبرها راكزة تشوف عند غريب وتحسر على أيامها تحاول تلم الغبارة في خرات شاطو على يدين تهمو حكايتها ورقو الحالة والعاد القدرة كرشها ماكرة احتفظ بها ودموعها غرقو جنابها تطفى جمرها وبردان ما بقى في الحديد ما يتقال غير حكمة وزمان زمان ليه لو كفلو غيره ما لو خير غيره. باقى الطريق طويلة وضيفة دين حرة قلبي غرقان وربان وعيد حسينا من جيب ليل وصباح وعيد في لقاك اللي كنتي في عشقي رهيب وبيا هاي بكلام ربي وقفت على خيام حيطان هاد بلانا توبها خيط من الحرير ودمعو فيه الجهالة من شفاو مغاو يغيروه ويلبسوه دربالة عمودها راسخ متحركو ريح مسارة عيونها كيسان دارو على طبلتها العقالة ولسانها عسل ما فهمو عليه غير هاد فوقاها يديها وادج يديها وادج بخير وما يفهمو البخالة اليوم دور سبخت عريض والحورة ما تطمع حيت مقامها عظيم ومرت ما يفهمو غير الحكيم جالس الدنيا وقال ربي كريم يا اللي تنحت يا مكعلان قاسك راهم يمدو لهم مسخ وفاسك الدنيا دوارة وما يدوم باسك طاح الليل ونجومو حارسة وهاد المسكينة اللي دروبها تالفة من كان لمكان تكتب قلومة راسخة ما في كمان عيون رماشة ما هزاها من الدنيا وفي حديتها تنازة جول فيه روح شفافة وتروي لي عليه روح هاد الشامل. خرجت من عندها وفي طريقي تفكرت لأمي من الحنينة لميمة الحنينة بدك حرير يطبطبو على الحزين بقى كتير ويتفكر سنين انتي ما تخليه وترجعيه للوقت الزوين هو يضمك ويفتح لك قلبه الحنين يشكي بلا هو خير زين يتخطى معك الهم وينسى الانين عاشوا معاه ليالي طويلة لزماتو كالودن مع الطانين يديك يا لميمة ما كاينش ليها مثيل رجعتي لي النوم كان غادر العينين صدرك رحيم والشوفه فيك تيسير ريحتك عنبر وجلستك بكل تقدير الحكمه منك تخدا وراكي بالهمه مرا نضرب بيك الماتاليه الميمه ما دمت معاك نموت ونحيا. وانا هادي في طريقي شفت ناس من المومه شعات العوافي لا تومي شعات العوافي نضر من حوش الحوش نقول وانا مالي لساني سكين بري ويشالي ماضيه تحوم ونعياط لحبابي ظلموني انا مسكينه ليالي فمي محصن ما نقول غير اللي داروا عشراني عيني فان جلالة جيراني يعيا ما يخبيو عليا ونكشف ليهم الركاني وفي كل مره نجيب تمام العدياني اللي فاتحه سرهم في العلالي وراضيه من كتابي صابر على ولا عرفت المنوال في أرض الله الواسعة وسط حق بقشيش لقيتو بين حضانة سراب ويزين هدرتو أحواش حاحة
متاخر. Thank you.
إلا كان راه العرضة راني قايلة هي النوم بحاسو راني عايشة بحق نحمد الله نخوف الله على ساقي تروي العطشة نسقي البحيرة تما راه عطات وتصدقات على هاد النية كتحم من دار لدار وتقول وارحموا هاد المجلية زين كفتان وبياضك معايا تحمل الشمس المغدية تحملي تحت الشمس وسني حاجة مقدية كلام كيدير الريح مصداق لا يدين أنا الهايمة في عيوني دايبة يصبح صباح سني يكون فايق بجود يا جيات أرضية بصح وأنا عليها قايمة غرق روايدي فيها وما تفكري راني حايرة قطعتي لي قلبي ونشوف يا معالق يا مولات الشهر الحريرية أنا بالمعقول ما أدليك يدية لا تشحر ما أدل مخبون من الحنان المسية ويلي تحدي لي بكتاب جهة يدية رزق وفير وما خصني في الدار غير تنتية وتكون هي المرضية في العز المهمية سهر ربيع ورود وتفتحات روج خدودها وردات ياسمين وبالعمان من كل وانهرات وسهول بربيعها الخضر نورات بزرابي بصوتة ضحكات والغربي بن سايم والعليلة يفيق دايف الدوير يصيب خواطر وما يقضي على هضره يرسلس بكلام وغير على غره يلقم الشوارب واش تقول بالزربه عارو ونسحق سباقشيش تلاقاو الرحالة البدوية بعيوطها المرساوية I'm
جدال عامن بحيره لبحيره وتعيط بالعيوط المرساويه بابا الحنين وفين غبتي ليا دار تقصف والنوم شفا عينيا والخوف راكبني من راسي لرجليا والخيل اللي كنت تركب عليه بقى غير صوره بين عينيا وسمايا تحمم فيها غربان وين تفوف الصوره هي اللي تسنى الحميه. حصلوا ما فيه ساليت من الفراجه وسلات معنا معايا مزيان وخرجت من الفراجه اهم درس نقلب على صدر حنين بين الضمه والضمه راه كاين السكون وتلاقيت ناس اخرين منهم اللي تيقول هذه النيت انا وقت الشباب القلب مخفي ما يعرف حد صريرات خلاوك وحداني ترسم على وجينات خطوط الهم آهية عارف فين تحط قديماتك ما يدوم حال والعين تشوفك قدامها ما يتعرف اش في دماغها يدي ويجيب في مروجها من الالف لخر همومها عندك تردم راسك وتحل امور حل عيني وتبع طريقك شوكها صعيب ايدك فرقتك تكسرتي ودوستي محنك خرجتي منها سالم وقوة صبرك. كاتي باقا ما سالات هنا يا ساده ويا حضار بدا الشوس راس الواد وتكمل مع حفايدي في سله الشعرية وخاصة حينما يتعلق الأمر
بمثل هذه الباقة الجميلة المتنوعة والذات والتلاميذ. فشكرا، شكرا للأستاذة مريم غريب على الدعوة الكريمة، شكرا لمجموعة الزبري هذه الدعوة. وأعتقد أنها التي تخول للحضور في هذه المؤسسة وفي مثل هذه المحافل. شكرا جزيلا. هذا اليوم يحضر معنا هرم من الأهرام الذين أكلوا لهم كل الشكر والتقدير. الأستاذ الذي فتح لي بابه كي ألقي أول حرف من أول قصيدة سينوبيتيكال. الرجال الراقية المتألقة والمتمرسة، لا أقول هذا مجاملة ولكنها حقيقة تقلب نفسها، فمزيدا من الإبداع والتألق أستاذة سوا. شكرا جزيلا. أيضا على فكرة سينا كانت تعرف شكرا جزيلا. ايضا للسي صديق ابراهيم لانه هو اللي جاب، طبعا هو من الاصدقاء ومن الشعراء الجليل ومن الشعراء وتغضر بيك وتخليك تايها في ظلام الليالي.
فرحة عمر كانيها، وانت يا ايامي شاردة مني تبع احلامي، غارقة في بحر بلا شط مواج عالية تلعب بيك وفيها. قرشت صوفتي تقرشيل وغزلت خيوطها غزيل، وستل كذب في قلبي في خباله، وتجارف كفوفي صبغ خياله، خياله صبغ خيالي، خياله ضل، خياله ضل، وخيالي ضل على قلبي وحصل. شفتي طوات، شفتي طوات، وشفت خيالي في قلبي صورة صورة في الهم. قالوا ديري لها الشبكة، بكات الشبكة من همي وزادت همها على همي. رجعت لصوتي بسنايا وبديت ربيني على هوايا، مرة يحرم كلامي، مرة يمر الغاية، مرة تكسر صوتي، مرة يكسر سدايا. صوتي ما هي صوت، صوتي ما هي صوت، ما تزوز من نعشة ولا من خوف ولا من مقطم. غزلت سدايا كلامي كله على الحروف وهذا اللي بغيت. شكرا جزيلا. مشيت مع التيار ما في زمان، ما لبست توبي ما عرفت نرجع لأصلي، خنت نفسي ولا حتى من على يدي. قالوا زمان بسقت تكيوتي، لا ثقة فيك ليا، لا ثقة فيك ليا يا ليا. يعني شكرا للكاتبة والشاعرة سمية سواتي.
والآن أعطي الكلمة للكاتب والشاعر عبسام الجيد النائب الثاني لرئيس الجامعة المغربية للشعر والفنون فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. قبل ما نبدا كنشكر هذا الجمهور الحاضر، كنشكر هذا التلاميذ على هذه المسرحية، وكنشكر الأساتذة الحاضرين، وكنشكر الأستاذة سعاد وكنهنيا تقول لها مبروك على المولود الجديد على الدواء الجديد، وشكرا للجميع. القصيدة ديالي بعنوان صراع الزمان. أنا من عدّبني الزمان، أنا من شردتني الجهود، أنا من تقطعت بي الأسباب حتى فقدت الأمان. بعدما عشت صبيا أترنح بالأخبار لا أدري ما الزمان. الدنيا أمامي ضياء تلاطفني آيات الأمان، فسرت في هذا الدرب ليلة عمر السبا وحلاوة عمر الشباب. لم أحلم يوما أن الساعة تطول وتقوم بلا حنان، تقتل ولا تباسل، تحطم ولا تبني، فلم ألبث إلا قليلا حتى إذا بي منقطيا دار حياة عسيرة أسقطني كؤوسا مليئة. مرت الشهور ومرت السنون والزمان قريب مني في كل مكان، حتى في أحلى الأحلام كم كنت أقرأ. أن كنت أقرأ ألف حساب وحساب، طارة من نفسي وطارة يزداد يأسي، لم أشعر إلا وأنا في البداية. دخلت باب الممارسة وكان المبارز جميعا لا يخشى الميزان، من المبارز يا ترى؟ إن بالزمان هد ذراعي كسر سيفي، أحسست بالفشل لكن سرعان ما استرجعت عزمي، فقلت في نفسي لا لن أستسلم، هذا قدري هذا قدري. هكذا خلق الإنسان من ورائه الزمان ومن ورائه الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا للأستاذ عبد السلام. جيدا وختامه مسك. ليلة رمضانية شعرية زجلية بامتياز، قوافي كلمات حروف، وخير ما نختتم به مع الأستاذ أحمد تكيكو الأندلسي من موالد مدينة الرباط، أستاذ متقاعد للغة العربية، رئيس سابق للمنتدى الثقافي والاجتماعي، مرشح بوسام الاستحقاق الوطني الدرجة الأولى، يكتب في شعر المدحون. الحمد لله كانت هناك زجاج شعر مدحون أندلسي، يعني ليلة متنوعة الاختصاصات، أدبية بامتياز، له قراءات نقدية وانطباعية لعدة دواوين. فليتفضل معنا السيد أحمد تكيكو وتصفيقات قارة على السيد أحمد. تحية شكر وامتنان لمجموعة مدارس الزبري وعلى رأسها السيد المدير، وتحية تقدير وإجلال للطاقم التربوي الساهر على تربية وتعليم فلذات الأكباد الذين هم أزهار اليوم وثمار الغد، وللشواعر والشعراء تحية منظومة بكل بحور الخليل والأوزان، مطروزة بأزهى وألوان، ومنشودة بأطرب وألحان.
قصيدتي المتواضعة الزجلية هي من عروض المبيت المتني، والمبيت المتني يقابل في الشعر الفصيح الشعر المقفى، والمتني لأنه يتكون من شطرين الفراش والغطاء في المجهول، وفي الفصيح الصدر والعجوز، وهو من نوع المشرقي، والمشرقي هذا هو أبسط أنواع المبيت، وسمي المشرقي لأنه أكثر استعمالا في المناطق الشرقية من تفيلات إلى تلمسان. هذه القصيدة الزجلية اخترت لها عنوان أرفع المقام. قبل البدء في إلقاء القصيدة أهنئ المولود الجديد بالحظ السعيد، ولوالدته الأستاذة سعاد أتمنى لها عمرا مديدا وعيشا رغيدا ومن الإبداع في الحرف مزيدا. القصيدة هي قصيدة في التسلية، التسلية هي الصلاة على النبي. ارفع المقام بسم الله ربنا العظيم يحلى نظامي، والصلاة على نبينا الكريم تعطر وزاني. أيا عشق النبي ليك نظمت كلامي، صلي وسلم عليه وبجوارحك صغاني. خلق النبي عظيم ما دركوا آدمي، طه حبيب الله سر رباني، وصفه فقط الوصاف ما يقدها كلامي، كيف نصف المختار بقليل عرفاني. أنا بصلاة على الرسول يزول سقامي، هي راحة الروح ما نضيق ما نعاني. اللهم صلي دوام على البدر السامي، محمد سيد الكون وضيع ياني. صلى الله على الموصوف بالتمام والكمال، من جانا رسولي بالشر بخير الديان. صلى الله على المطهر محمود الخصال، مول الحلة الطاهرة عظيم الشان. صلى الله على الأمين والصادق في القوال، الطريق الخير هدانا السنة والفرقان. صلى الله على الشفيع يوم الهوال، تاج الكرام سيدنا محمد العدنان. صلى الله على النبي خاتم الأرسال، العربي سيد الوجود ونور الكوان. أيا العاشقين صلوا على خير الأنام، ربنا شرفوا بالختمة والعز والتفضيل. صلوا على سيد السياد رفع المقام، صاحب النور الهادي ما له مثيل. صلوا على من سلم في حضرته وقام، جميع الأنبياء في المعراج ورفقه جبريل. أنا مولوع بغيت نزور ونقبل المقام، وشوقي لي بيزيد مالك وجداني. صلاة الله عليك مذكورة في القرآن، وأنا عليك صلاتي ما طال زماني. اسمك يا سيدي بالمسك يفوح والريحان، ودقرك يا سيدي يحلى عسل في لساني. رجايا فيك تشفع يوم الميزان، وصلاتي عليك تنفع يا سيدي وتلقاني. اللهم صلي عليه قدر ما خلقتي في الكوان، وانا في سلامي عليه ما نفطر يا رحماني. والسلام على الشرفة الحاضرين، نورتوا المكان نساو الرجال
محبتكم ذهب في ميزاني. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي لا تحرمنا من زيارتك المقام، لا من زيارته ولا من شفاعته يا ربي الكريم، وتجمعنا وجمع خير إن شاء الله. وشكرا أستاذي، شكرا جزيلا على هذه القصيدة الرائعة جدا. والآن مع الأستاذ السيد عبد الوهاب الأزرق، شاعر زلم مهتم بنظم قصائد الملحون كلام الموزون والفن القصير، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. نعم الله مساكم يا ربي وسير مرح الله صبح وجيت في رحمة جاي الله، ثلاثة نور وثلاثة قبول وثلاثة محبة في الله ورسوله. تعلمتكم صدقة وزدتكم دقة ومحبتكم سيدي رسول الله يرتقي قلبكم معكم إلى يوم البعث والقاء. أولا كنهنيو الأستاذ سعاد على هذا المولود الجديد وكنتمناو له المزيد من التألق والتوفيق. نبداو قصيدة بعنوان طفل الشارع. طفل الشارع موضوع مهم بزاف. كتقول هاد القصيدة لا تلوموني ولا ترميو اللوم عليا، هذا الطفل اللي كيهضر. راني ضعت زبادية وأسرة هما والديا، هما تفرقوا ولا عزيز الضحية، والحكاية أمي تزوجات وسمحات فيا وبحرت للخارج وخدا شركة نصرانية. أنا صغير عندي غير 9 سنين وشي شوية، حالت ارتدت وما عرفت شكون يا خبيدية، حالت تشفي العدا وهذا ما كتب عليا، كسيتي منسخة وخاطي هو اللي عارف بيا. دازت أيام ولا كبرت مني تسلطوا عليا، بابا نمشي معاهم ولا نروح ما تبقاش فيا. خفت منهم يا سيادي ودرت لي قانونية، علموني جميع أنواع الآلية، السيليسيون والديريون وكفيدة القرقوبي التالية. واسترخاو جلسة الطباق والطفايات ببعدية، شعرت خبرني القدس الكوميسارية، شعرت خبرني القدس الكوميسارية، دام خزني نقلب عليهم وعليا. خربة مهجورة وقراعي مرمية، طوقونا أصحاب الحال يا سيادي وتطبخية. ما حسيتش حتى كانوا صفات يديهم ويديا، ضايفونا عندهم السبت والحد في العشية، ونهار اثنين بدات تخدم لي ديال عزيز عليا، الدهشة ضحكتني بعدا كرجليا، بعدها رحلونا يا الخط للمحكمة الابتدائية، وقدمونا القاضي وقاعة مليانة بالبشرية، قلت خاطري هادو جاو تشفاو فيهم وفيا، حكم القاضي عليهم عامين في المؤسسة السجنية، وأنا باقي صغير حولوني مصلحة الإصلاحية. بعد يا احباب داوني المؤسسة الخيرية وفرحت بسيد القاضي اللي جا سول عليا ووصلني بالاستجهاد ولا تصرفني جبانية ومسؤولين عن المؤسسة حتى انا وهي. بعد سنين حصلت على الشهادة العليا القانونية. فضل الله سيد القاضي اللي خفى عليا يا ربي ترزقه صرف الجنة مع الصحابة والأنبياء. والمسيرة صارت وليت مستشار في المنابر القضائية. أبي وأستاذي وصاني بالعدل والإثبات كل قضية، وحتى الله عز وجل يا سيدي يكون راضي عليا. توفاني أعرف إنسان وأصبحت يتيم مرة ثانية. المحكمة عزوني الأطر في أب العزيز عليا عليها الرحمن ولد العباد صبحا وعشيا، وجزاه الله خير الجزاء على كل ما قدم ليا. يا ربي اجعل قارنا مع الصحابه والانبياء، وهذه فضلا من صحاب المعنى العزاز عليا، وسيادي اختار اصحاب المعنى والقافيه، والناظم الحاج عبد الوهاب من السلاله الادريسيه، وقارنا بسنه سلوات الكتاب السلوانيه، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء وعلى اصحابه الكرام الاوفياء. عليه افضل الصلاه
والسلام. والآن ختام المسك مع كلمة المدير التربوي لمجموعة مدارس الزبري سي محمد غوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم السيد الحاج الزبري مجموعة مدارس الزبري كافة الأمور التربوية والإدارية، أرحب بجميع الحاضرين معنا وأخصوا بالذكر الشعراء والشاعرات الموجودين معنا، ونهنئ الأستاذ سعاد بهذا المولود الجديد. كما يعلم الجميع أن الحياة المدرسية والمهارات الحياتية هي التي تحشد ما نقوم به في المؤسسة، ولعل خير دليل هو هذا الأبناء الموجودين أمامنا، وأطلب من الجميع أن يقف ويصفق لهذه الضرائب. قبل ذلك هناك مفاجأة لتلاميذ سنة ثانية إعدادي. وشكرا. Merci beaucoup.